5000 سنة ولم يستطع شعب العراق، ما علي بقية البلدان قاعد أدرس العراق، لم يستطع شعب العراق أن يخلص من الدكتاتوريين. أنا أقول لك علي بن أبي طالب حاول أن ينطي حرية للناس ويستشيرهم، قتلوه أهل العراق. فالدكتاتوريات متواصلة بس في العراق. أستاذ باقر، الدكتاتور خليني أكمل، الدكتاتوريات متواصلة في العراق. أعتقد الفدرالية الدكتاتورية هي مشروع للانفصال؟ كلا. شلون كلا؟ الدكتاتورية خل أقول لك أنا ليش كلا؟ الدكتاتور يا حبيبي ليش كلا أستاذ باقر؟ خل أجاوبك. يلا جاوب. الدكتاتورية، النظام الدكتاتوري يعتمد على المركزية، صح ولا لا؟ اكو دكتاتورية ينطي حرية للناس. يعني سوريا هسه شنو يا دكتاتورية؟ شو علينا بسوريا هسه؟ احنا قاعد نحكي عن العراق. نعم، سوريا عندها نظام وعندها جبهة وطنية، عندها جبهة وطنية شاركت كل الاحزاب وانطتهم صلاحيات. هم ما يريدون يشتغلون، هذا شأنهم. نعم، اما حزب البعث في سوريا يختلف عن المصيبة اللي صارت بالعراق. طيب زين، فانت الديمقراطية اللي تريدها للناس حتى تقوي النظام، أنا وجدت أن النظام المركزي هو الحاضنة للنظام الدكتاتوري. لا يمكن أن تنشأ دكتاتورية في ظل تعدد حريات، ولا يمكن أن تنشأ دكتاتورية إلا في ظل النظام المركزي، وهي علة العراق لخمسة آلاف سنة. وقلت لازم نكسر حاضنة هذا النظام. نعم، قلت والآن أقول لازم تتكسر هاي الحاضنة. بس التي بس الوقت غير مناسب الآن لإنشاء فدراليات.